بمناسبة ختام الشهر المكرس لعبادة قلب يسوع الأقدس، قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة متميزة بعنوان قلب يسوع الأقدس نبع الرحمة الإلهية. وقد استضاف البرنامج عبر اتصال هاتفي الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين في الرميمين، والأخت الراهبة ستيفاني هلسة من راهبات الوردية في أبوظبي. فإلى هناك. أبونا، هذه العبادة عبادة قلب يسوع الأقدس. لما الناس بتسمع كلمة عبادة وبتقول من وين جبتوا هاي العبادة وكيف الكنيسة أخرجت فيها ولماذا رأت أنها مهمة في حياة المؤمن المسيحي؟ تعطوها وكرسوا لها شهر، وكرسوا لها شهر زي شهر مريم. كمان المريمي أيضا. بس هو العبادة هذه للكنائس اللاتين كاثوليكية. نعم، فتفضل أبونا تعطينا الزاد اليوم. الزاد على كل حال، ما أجمل أن يكون لنا مكان في قلب يسوع المحب، وما أجمل أن يكون ليسوع مكان أيضا في قلبنا اللي قابله محبة بمحبة. نعم. عبادة قلب يسوع انتشرت بعد ظهور السيد المسيح للقديسة مارغريت ألاكوك سنة 1675 في باريس. نعم. عندما قال لها مشيرا إلى قلبه: هو ذا القلب الذي أحب البشر، ولا أرى منهم من معظمهم سوى الجحود بما يبدونه من الاستخفاف بسر هذا الحب، سر القربان الأقدس. وقد جعل البابا بيوس الحادي عشر سنة 1929 عيد قلب يسوع من أعظم أعياد السنة. فيه يقوم المسيحيون بواجب التعويض نحو القلب الإلهي، وكذلك أصبحت أول جمعة من كل الشهر عيدا شهريا لقلب يسوع، يقوم فيه المسيحيون بواجب التعويض نحو القلب الإلهي. في هذا اليوم سوف نتحدث عن حب يسوع القائم بين الله والإنسان في ثلاث نقاط: حب يسوع لنا، ثانيا حبنا ليسوع، ثالثا مواعيد قلب يسوع. أولا حب يسوع لنا. في العهد القديم لقد تجلت محبة الله للإنسان منذ القدم حتى قبل أن يتجسد المسيح. إن أجمل ما قيل عن محبة الله لنا ما جاء في المزمور 102: باركي يا نفسي الرب، ويا جميع ما في داخل اسمه القدوس. هو الذي يغفر جميع آثامك ويشفي جميع أمراضك، يفتدي من الفساد حياتك ويكللك بالرحمة والرافة، يشبع شيبتك خيرا فيتجدد كالنسر صباؤك. الرب رؤوف رحيم، طويل الأنا وكثير الرحمة، بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض عظمت رحمته على الذين يتقونه. كرأفة أب رأف الرب بالذين يتقونه، لأنه عالم بجبلتنا وذاكر أن التراب. بارك يا نفسي الرب. كذلك نقرأ في سفر أشعياء عن محبة الله لنا. قالت صهيون: قد خذلني الرب ونسيني السيد. أتنسى المرأة مرضعها فلا ترحم ابن بطنها؟ ولكن لو أن هؤلاء نسينا لا أنساك أنا، هأنذا على كفي رسمتك. وكذلك نجد في نبوءة هوشع: كنت أقودهم بأوثقة البشر وربط الحب، وكنت لهم كمن يرفع مرضعا إلى وجنتين. وأما في العهد الجديد فقد تجلت محبة الله لنا في المسيح، كما يقول القديس يوحنا في رسالته الأولى: الله لم يشاهده أحد قط، لكن محبته ظهرت فيما بيننا لما أرسل ابنه الوحيد للعالم لنحيا به. لا أن نحن أحببنا الله، بل هو نفسه أحبنا وأرسل ابنه كفارة عن خطايانا. سيستر، نحن في موضوع عبادة قلب يسوع الأقدس، فأكيد وأنت تقومين بهذه العبادة طبعا، وخاصة نحن بشهر حزيران يكرس هذا الشهر لهذه العبادة، فتخبرينا ماذا تؤثر عليك تلاوة المسبحة الرحمة الإلهية؟ ماذا يعني لك الصلاة من أجل قلب يسوع الأقدس؟ بالنسبة لإلي، يعني هلا انا كاي يعني شخص مسيحي تربى في عائله مسيحيه، نعم، ترعرعت يعني زي ما بقولوا رضعت عباده قلب يسوع وحب العذراء يعني مع حليب امي. فكنا ونحن صغار
يعني تعودنا انه نطلع نصلي خصوصا اول جمعه من الشهر، وانه كثير مهم يعني وجود يسوع في حياتنا. نعم. لانه هو بحبنا اصلا، يعني هو عم بنتعامل نحن من خلال قلبه ليسوع. نعم. فهي العباده كانت يعني انا كلي واهلي ولا نزال يعني نشكر الله من جيل لجيل موجوده هاي العباده، وبجوز كانت موروثه لحد ما. نعم. بس طبعا انا بحكم خبرتي كراهبه صار لي تقريبا قريب ال 40 سنه راهبه، هاي العباده اكيد دخلت في صلب علاقه شخصيه. نعم. فانا بالنسبه لي عم بتعامل مع شخص حي له قلب، يعني قديش مهم انه الانسان يعني اكيد ما ولا انسان بيعيش بدون قلب. نعم اكيد. فبالنسبه لي قلب يسوع هو الركيزه، هو السنتر، هو الاساس لعلاقتي بكل العالم. يعني عن طريق يسوع انا بتعامل مع العالم عن طريق محبته. نعم. فبالنسبه لي طبعا يعني اثمرت هاي العلاقه بانه اكون انا قلب يسوع للعالم، اني كيف يعني هو حبني، هو رحمني، هو صبور علي، هو سامحني، فانا بدوري بسعى، اكيد لساتني بسعى يعني سعيت لمده طويله ولا ازال اسعى لاخر يوم في عمري انه اكون انا قلب يسوع للعالم، يعني انا اكون رحومه، انا اكون سبب رجاء للعالم خصوصا في هذا الوقت اللي متخبط وفيه صعوبات وفيه ضيقات وفيه يأس، اكون نعم. انا قلبه ليسوع، احب ارحم اسامح ما اصدر احكام، يعني يكون الواحد دائما هو علامه رجاء وامل لهالناس.